أن يكون معي في الأستوديو الأستاذ محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر والعرب وإفريقيا وآسيا، واستأثر على نفسه أن يعني أعرفه بهذا هذه الصفات كلها، فقال لي الكاتب الكبير فقط لا غير. فأنا برحب بحضرتك أستاذ محمد، طبعا منورنا. الله يخليك، يا أشكرك. طيب، احنا طبعا هنبدأ من آخر ما شاهدناه على شاشة MBC دلوقتي، وهذا البيان الخارج من شيخ الأزهر اللي بيعبر عن رأي هذه المؤسسة الوسطية. حضرتك شايفه ازاي في ظل يعني التصعيد بالاعتكاف يعني من والله شيخ أنا الأزهر؟ الحقيقة مختلف مع هذا البيان، لأنه أنا بعتقد أنه فضيلة شيخ الأزهر كان له دور هام جدا في المرحلة اللي فاتت، ولا أنسى أبدا يوم دعانا، دعا عدد كبير من القوى السياسية والمثقفين وأصحاب الرأي، وأصدر وثيقة هامة جدا وهي وثيقة الحريات، حدد فيها أو حددنا سويا يعني فيها الحريات الأساسية التي ينبغي أن تكون مصانة ومنصوص عليها في الدستور، وكانت هي حرية العقيدة وحرية التعبير وحرية البحث العلمي وحرية الآداب والفنون. وده كان موقف الحقيقة متقدم جدا من كل القوى السياسية، مش متقدم على الأزهر فقط، وأن يصدر هذا الموقف عن الأزهر الحقيقة كان يعني نقطة مهمة جدا. وتوالى دور الأزهر الحقيقة بعدة وثائق ومواقف كانت غاية في الأهمية. النهاردة أنا فجأة بجد الأزهر بينسحب أو بيعتكف، كيف هذا في وقت نحن أشد ما نكون حاجة للأزهر ولدور الأزهر الذي لا يمكن أن يترك لأحد آخر؟ يعني إذا كانش الأزهر هيقوم بدوره، أمال أني جماعة سياسية وأني جماعة دينية هتقوم بدور الأزهر؟ هو